وما ما يحصل الآن هي إبادة، سوف يشهد علي التاريخ. إبادة تخليني نحس بالعجز، تشوف إبادة وما تقدر تدير والو. كل الدول اللي حاولت توقف الحرب ما قدرتش، الأمم المتحدة ما قدرتش، مجلس الأمن ما قدرش. أنا كفنان كموسيقي ما عندي ما ندير، على الأقل نقدر نساعد بكلمة بنص جميل يعطي بعضا من الأمل وبعضا من الحق من خلال الأغنية. ودرت الأغنية باسم غزة، غزة التي تتكلم. أنا غزة رمز العزة، أنا اللي مات وأنا اللي عزة، الله حق الله عدل، واللي مع ربي ديما منصور. هذه البداية درت هي باسم غزة. كان أقل شيء ممكن نديرو في وقت الصمت. أنا في الأغنية تنقول جيب معاك حبال الصمت، جيب معاك شهود الزور، جيب الرومان وجنكيز خان، جيب المغول مع تيمور، ولو تبني مئة سور وسور. وفي المواقع تحجب الكلمة، أنا حجبوا المواقع وحجبوا، وتقطع الماء وتقطع النور، جيل جديد جايب العيد، كل شيء في كتابه مذكور. كان درنا ورشة، أنا تنشكر الشاعر سعيد متوكل وموزع الموسيقي المنفذ يونس خزان. حنا ماشي دابا تيقوى يكتب الاغنيه وتيقول لي وانا تلحنها، لا تنجلسو تنديرو ورشه، غنديرو الاغنيه لما طلع خصو يتكلم على هادشي، وخصو يكون فيها هاد القافيه وهاد الوزن اللازمه، خصها تكون لازمه هي، وداك القطع الموسيقي اللي فين ما حطيتيه في الاغنيه تيكون عنده معنى. لازمه خصها تكون بهاد القافيه المعينه وتكون فيها جهد الاشطر، فهمتي؟ والكوبلي غيتكلم على هادي وعلى هادي، وغنديروا موسيقى في الوسط، والاغنيه ما خصهاش تعدى 4 دقائق، واشياء من هذا القبيل. وتنجلسوا تنكتبوا الاولى والثانيه والثالثه، وتنلحن اللحن الاول والثاني والثالث، ونخلي دوز 3 ايام 4 ايام 5 ايام، ونعاود نسمعهم في اوقات مختلفه من النهار، مثلا فيق من النعاس تكون ودني مزال نقيه، وفي الليل وفي النهار، وتنسمع وتنشوف شنو هو اللحن اللي جرني اكثر، وعاد تنديفلوبي. ودرنا واحد العمل صراحه، حتى موسيقيا درنا واحد العمل كان فيه واحد النوع ديال التحدي. يعني الموسيقى كانت لاحظتي الموسيقى هي موسيقى شبابيه جدا، ولكن الغناء كان ما تعبرش على فرح، ولا يعبر عن حزن، ولا يعبر عن غضب، يعبر عن عزه وكرامه. كيفاش غيمكن لي نبدل صوتي؟ لقيت الحل هو انه نغني 3 المرات ونجمع 3 الاصوات. المره الاولى في الصباح بكري مع 6 الصباح تيكون الصوت ديالنا مازال فيه واحد الغلوديه، واحد القرار، وحده في وسط النهار وحده في التالي النهار العالي، وتجمعهم باش قدروا. شحال الناس ظنوا بان هي مؤثرات صوتيه، ماشي مؤثرات، كلها حقيقيه، كلها حقيقيه. وجميل ان الاغنيه في ظرف صغير انتشرت في العالم كامل، ووصلت لغزة، وصلت لرام الله، وصلت للقدس، وكتمول عليها التلفزيونات، الجزيره العربيه، لبنان، قطر، العالم كله وصلت له الحمد لله. يكون اكثر، باش يكون اكثر، يعني ما نبقاش غير مع مواضيع ديال الحب والغرام، وبعض المرات اغاني وطنيه او اغاني دينيه، لا، كاين مواضيع اخرى. والعالم تيغلي، كاين بزاف د المواضيع اللي يمكننا نطرق، تيخص واحد شويه الشجاعه. انا بنفسي لما جيت عندي واحد السيركل صغير تنسمعوا العمل قبل ما تيخرج للناس، بعض الناس قالوا لي واش الظرف مواتي وحنا موقعنا في المغرب تطبيع؟ قلت ما عندناش تطبيع في المغرب، احنا غير مطبعين، احنا درنا استئناف علاقات، ما عندناش سفير، مكتب اتصال، وسميتو والشارع قال كلمته، ضميره حي، وصاحب الجلاله قال كلمته، قال ان هذه اباده، وقال انهم يقصفون المستشفى، لم يبقى هناك اي مستشفى الا وقصفوه. هذا مساج باين، عاد تخلق لي شويه المشاكل مع ناس اخرين، ماشي مهم، الانسان خصو يكون مع الحق غدا نموت. شحال الناس انا تنسميهم خوانه، خرجوا لنا من ادروات واغوش، يقول لك ما كاين لا فلسطين لا والو. لا، صحيح انه بلادي نهتم بها، وبلادي خصها تكون مزدهره وكل شيء، ولكن البعد الانساني والبعد العقائدي الديني تيحتم علينا انه ندافعوا على فلسطين، على ثالث القبلتين. انا تنظن بانه هذا ليكستريم، خصهم يكونوا بجوج، تازه وغزه. تازه لانه بلدي انا ما يمكنليش ندافع على قضيه الا اذا كنت في بلادي مستقر، خصهم يكونوا بجوج. علاش ما يكونوش بجوج؟ علاش عاطيني الاختيار بين هذه وهذه؟ تازه وغزه،